سنابل خير تجمعنا والله الحافظ يحمينا والقلب يفينا. الصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله تعالى بزيارتنا لدولة الهند جينا نزور أحد الآبار هون. زي ما شايفين هاي القرية قرية كبيرة جدا اللي هي بنيتها من طين ومن كش ومن زينكو. هاي البئر هاي القرية بفضل الله تعالى تم حفر بئر مع متوضأ كبير لهاي القرية اللي هو بيخدم هذا المسجد إن شاء الله. هذا المسجد اللي هون هذا المسجد بيخدم قرية كبيرة بفضل الله تعالى. هذا البئر هو صدقة جارية عن المرحوم هذا بئر صدقة جارية عن المرحوم نمر عبد اللطيف حريري والمرحوم عبد اللطيف نمر حريري رحمهم الله. هذا بئر صدقة جارية بفضل الله تعالى يخدم قرية كبيرة ويخدم المسجد. نسأل الله أن يرحمهم بفضل الله تعالى. التمرين كثير شغال كل الأبار شغال الحمد لله رب العالمين. تتم قيام الأبار كل الوقت. نسأل الله يبارك فيكم وفي أموالكم إن شاء الله رب العالمين.